هنا سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال الهيان وزير الخارجيه والتعاون الدولي معالي احمد عطاف بمناسبه تعيينه وزيرا للخارجيه في الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. ودعا سموه وزير الخارجيه الجزائري الى زياره دوله الامارات معربا عن تطلعه للعمل مع معاليه من اجل تعزيز افاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركه للبلدين.